قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هناك فرصا أمام إسرائيل لبناء علاقة أوثق في المنطقة بعد الأزمة الراهنة في غزة. وخلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تل أبيب، شدد بلينكين على ضرورة تجاوز المرحلة الحالية والتأكد من عدم إمكانية تكرار أحداث 7 أكتوبر، مع العمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل في منطقة الشرق الأوسط. كان بلينكين قد التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، والذي انتقد جنوب إفريقيا بسبب إقامتها دعوة محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة. Here in your 50 minutes.